بر الوالدين. أي نعم، يعني بعد كل مباراة يعني يصعد اللاعبون إلى المدارج ليقبلوا آبائهم وأمهاتهم، وهذه الحقيقة أغاظت الحاقدين عن الإسلام من الذين ينتسبون إلى الإسلام ومن أولئك الذين يكرهون الإسلام ولا يحبون الإسلام. فالمسألة بين فريقين، فريق هو محسوب على المسلمين ولكنه والعياذ بالله هو أشد عداوة للإسلام ربما من غير المسلمين. هذه أشكال لماذا عندما لعلكم تابعتم نعم حضرتك لعلكم تابعتم طوطو هذا الذي هذا الذي رابر كما يقول يعني الراف يا أخي الفاضل، أنه غنى وهو يشرب الخمر وتفوه بكلمات يعني صدمت الشعب المغربي. لماذا أشكايا لم يعني هذا الموقع لم يتحدث عن هذه المسألة ولم يذن ما فعله هؤلاء؟ إذا المسألة هي قد تكون مخطط لها في الفاضل من أجل يعني إرباك المشهد الرياضي وهذه الفرحة العامرة التي وصلت إلى كل بقاع الدنيا. المسلمون جميعا فرحوا بفوز المغرب ووصول المغرب، بل وحدت المغرب المسلمين، ورأينا كذلك أن علم فلسطين رفع عاليا خفاقا لأول مرة، وكأن المونديال هو مونديال فلسطين.